بودكاست ريهاميات. أنا ريهام جرجور. مرحبا. بأوائل الحلقات تبع بودكاست ريهاميات سنة 2018 رفيقتي قالت لي صوتك دافي ومريح كتير لما بسمعه وسكتت. حسيتها رح تكمل وتقول صوتك بنيمني. لهيك ببداية سلسلة النوم خلوني طمنكن انه يلي رح ينام هو وعم يسمع هالحلقات انا ما رح ازعل بالمرة، بالعكس رح اعتبر الموضوع مديح. I'll take it as a compliment. يعني سلسلة النوم هي مجموعة حلقات رح حاول فيها بشتى الطرق والوسائل اني خبركن عن اهمية النوم واقنعكم بالنوم. فلو رح تستخدموا بودكاست ريهاميات للنوم be my guest. مرحبا، هاي الحلقة عن النوم، فتصبحوا على خير. العالم المتحضر حاليا بيعاني من شيء اسمه Sleep Deprivation Epidemic، وباء الحرمان من النوم أو وباء نقص النوم. وهذا مو كلامي أنا، هذا من منظمة الصحة العالمية يلي قالت إنه الشعوب الصناعية أصابها وباء قلة النوم، ولازمنا وقفة يقظة نداء صحيان فيما يخص أهمية النوم، وإننا ناخد قرارات حاسمة وحازمة فيما يخص النوم وأولويته القصوى في حياتنا. لو سألتك كيف نمت الأسبوع الماضي؟ هل أخذت كفايتك من النوم؟ لو سألتك بتتذكري آخر مرة فقتي بدون منبه، ما كنتي حاطة الألارم وفقتي حاسة حالك فريش مو محتاجة كافيين؟ أعتقد الغالبية العظمى فينا رح تجاوب لا على هدول السؤالين، لأننا كلنا ما عم ناخد كفايتنا من ساعات الضرورية إلنا ننامون يوميا. هي هاي معلومة مانا مفاجأة أننا ما مننام كفاية، بس يمكن المفاجأة هي عواقب هالحرمان من النوم وأضرار نقص النوم. لهيك بهالحلقة رح نبتدي بالترهيب قبل الترغيب، فخلوني أخبركن عن مساوئ أننا ننام أقل من 6 ساعات بالليل. أول ضرر هو أنه جهاز المناعة تبعنا رح يضعف بشكل كبير وملحوظ. النوم لأقل من 6 ساعات يومياً بيضاعف احتماليات الإصابة بالسرطان وبيزيد فرص الإصابة بمرض الألزايمرز. نقص النوم حتى لو كان لمجرد أسبوع واحد هو كفيل أنه يخلي مستويات السكر بالدم تتلخبط لدرجة كبيرة تخليك تتصنف pre-diabetic، يعني قربت من الإصابة بمرض السكر. قلة النوم ترفع ضغط الدم، ممكن تسبب انسداد بالشرايين وتحطك على طريق أمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها الجلطة وفشل عضلة القلب. القلب يا ناس اشتكى محتاج اشتكى محتاج حبة سعادة وكفاية كده بقى. لا، القلب أعتقد محتاج نوم أكتر ما أنه محتاج هشتكى. نقص النوم هو واحد من أكبر المسببات لطيف واسع من الأمراض النفسية، وعلى رأس القائمة القلق، الاكتئاب والميول الانتحارية. يلهوي. يمكن كان لازم حط عنوان هالحلقة يلهوي، عكس ما رح تسمعوا هالكلمة خلال الحلقة. يلهوي. أكيد لاحظتي أنك لما تكوني تعبانة فأنت بتاكلي أكتر، وهي مو صدفة على فكرة. قلة النوم بتخلي جسمي يفرز هرمون الجوع، وبينخفض إفراز هرمون مرافق له هو يلي بيبعث رسائل للدماغ أني وصلت للشبع والاكتفاء الغذائي. هرمون الجوع بيزيد، هرمون الشبع بينقص، فهاد بخليني حتى وأنا معدتي مليانة بيضل عندي رغبة قوية أكل أكتر، وبالتالي وزني يزيد. وهي الظاهرة على فكرة بتصير مع الكبار والصغار، إنه قلة النوم بتخليهم جوعانين وعم ياكلوا طول الوقت. يلا خوي. هلأ فقتوا ما هيك؟ يعني لو أنت عاملة ريجيم بس ما عم تنامي كفاية معناتها هالريجيم فاشل حتما، والوزن اللي عم تخسريه على فكرة هو من كتلة الجسم مو من حرق الدهون الزائدة. يعني لو قلتلك نامي حتى تنحفي وأطلقنا هاشتاج نامي تخسي، يمكن ساعتها تحبي النوم وتقتنعي فيه بدل الـ 10-11 ريجيم كيتو وغيره يلي صرتي مجربتيهم وما عم يزبطوا. باختصار شديد، نوم أقصر بيعني حياة أقصر، ولو أنت كملت بأسلوب حياتك بالحرمان من النوم مو بس حياتك بتقصر، لكن نوعية هالحياة رح تصير أسوأ. يلا خوي. يعني لو تخيلنا الحرمان من النوم عامل مثل الأستيكة أو المطيطة، فهي رح تستحمل مط لدرجة معينة وبعدين رح تنقطع أكيد. البشر هن الكائنات الحية الوحيدة يلي مستعدين يحرموا حالهم أصلاً من النوم بدون أي داعي أو سبب مقنع، والحل مانو بالحبوب المنومة إطلاقاً. النوم كوصفة صارت كتير شائعة لكتير دكاترة يوصفوا النوم كحل وعلاج لأمراض كتيرة، وهالوصفة لا بتوجع ولا بتكلف وكمان ممتعة أننا نتبعها، ومع ذلك المرضى ما عم يسمعوا الكلام.
لكن هالدعوة للدكاترة أنهم يوصفوا النوم كعلاج لازم ما نخلطها مع فكرة أنهم يوصفوا الحبوب المنومة، لأنه في فرق كتير كبير بين العلاج عن طريق النوم والعلاج عن طريق تعاطي الحبوب المنومة. مو بس الفرق بالتكنيك، لكن الفرق الشاسع بسبب الأمراض الجانبية وأضرار الحبوب المنومة اللي هي كتيرة وخطيرة. يا ترى هل فينا نقول أنه نقص النوم قد يؤدي إلى الوفاة بشكل مباشر؟ هيك يعني طب غم من الباب للطاقة؟ نعم يلا خوي. وهذا النوع من الموت ممكن يحصل بوحدة من طريقتين. أول طريقة للوفاة المباشرة بسبب نقص النوم هي اضطراب وراثي نادر جداً، بيبدأ بالأرق المتدرج وبيظهر بمنتصف العمر. بعد كم شهر من هالمرض بيتوقف المريض نهائياً عن النوم، وبيكون المرض تملك منه لدرجة بيخليه عاجز تماماً عن النوم، وبيفقد وظائف أساسية وحيوية بعمل جسمه وعمل دماغه. ولحد يومنا هاد ما توصل العلم لأي نوع دواء بيساعد هدول المرضى تحديداً إنه يناموا. وبعد فترة تتراوح ما بين 12 إلى 18 شهر من انعدام النوم بيموت المريض. هذا المرض نادر جداً، لكن وجوده بيأكد على حقيقة إنه نقص النوم ممكن فعلاً إنه يقتل الإنسان. الطريقة الثانية للموت مباشرة من قلة النوم هي السواقة بدون الحصول على نوم كافي. السواقة مع النعاس هي السبب بحوادث وحالات وفاة يصل عددها لمئات الآلاف بالسنة. وهون الكارثة مو بس بالمخاطرة بحياة السائق يلي ناقصه نوم، لكنه كمان هو بيهدد بالخطر حياة كل اللي حواليه. في الولايات المتحدة الأمريكية هناك شخص يموت كل ساعة نتيجة حادث سير سببه قلة النوم أو خطأ بشري ناتج عن الإرهاق. وبالإحصائيات منشوف أنه حوادث السير يلي سببها سائق نايم عددها أكبر من مجموع الحوادث يلي سببها الكحول والمخدرات مع بعض. هلأ حالة اللامبالاة لمجتمعاتنا تجاه النوم سببها فشل العلماء بأنهم يقنعونا ليش نحن محتاجين للنوم. النوم ظل سنوات طويلة مجهول جداً، ويعتبر واحد من أواخر الألغاز الغامضة بعالم البيولوجيا، رغم الاستعانة بعلم المورثات وعلم الأحياء الجزيئي والتكنولوجيا الرقمية المتطورة، لكن كل هالعلوم ظلت سنين عاجزة عن فك طلاسم النوم. من زمرة العلماء يلي جربوا وحاولوا يفهموا النوم في ثلاث مشاهير، ابتداء من كوينتيليان أيام الإمبراطورية الرومانية بالعقد الرابع بعد الميلاد، وسيغموند فرويد حاول كتير يفهم دقائق عملية النوم، وكمان فرانسيس كريك العالم يلي اكتشف بنية جزيء الـ DNA الحمض النووي، وهو حاصل على جائزة نوبل سنة 1962. وعلماء تانيين غير هدول الثلاثة كلهم فشلوا انهم يفكوا الشفرة تبع النوم. إنه يكون عندي منبر أقدم من خلاله محتوى يعمل فرق حقيقي بحياة الناس، وتحديداً بحياة المرأة الناطقة باللغة العربية حول العالم، فهذا المنبر أنا بالنسبة لي بعتبره شرف. وهالمنبر مقسم لثلاث قنوات: بودكاست رهاميات يلي هو مدونة صوتية مسموعة، وموقع رهاميات.com يلي هو مدونة مكتوبة مقروءة، ويوتيوب شانل رهام جرجور يلي فيه فيديوهات مرئية. وهالثلاث قنوات بيخدم عليهم صفحة فيسبوك وحساب على انستغرام. لحتى حافظ على المحتوى انه يكون مجاني ويكون كمان قيم من حيث المضمون ومن حيث الشكل كمان والقالب يلي بقدمه فيه، بحتاج اني اشتري كتب، بحتاج اصرف على معدات وادوات، وكمان بكون عندي اشتراكات والتزامات مادية اونلاين. وهالشي ما بقدر قوم فيه لحالي لأنه بيشكل استنزاف مادي بالنسبة لي. لهيك أنا حابة أشارككم بطريقتين متاحين للي حابب يدعم المحتوى المجاني لبودكاست رهاميات والموقع واليوتيوب شانل، أنه فيكم تقدموا التدعيم عن طريق باي بال أو موقع باتريون، سواء بمبلغ معين أو بدعم شهري بيبتدي من دولار واحد بالشهر. رح تلاقوا اللينكين تبع باي بال وباتريون موجودين مع نوتس هالحلقة وكمان على موقع رهاميات.com. وشكراً مقدماً لدعمكم وتشجيعكم بطرق وأشكال مختلفة. خلونا هلأ نرجع نكمل حلقتنا مع بعض.
ماثيو ووكر مؤلف كتاب Why We Sleep بيقدم هذا التشبيه ليوصف جهل العلم فيما يخص النوم. إنه تخيل ولادة ابنك بالمستشفى، جاي الدكتورة عم تقلك مبروك قالك ولد وصحته ممتازة وعملنا له كل الفحوصات والاختبارات الأولية وكل شي طبيعي. بتبتسم الدكتورة وبتلف على الباب لتطلع من الأوضة، بس بترجع بتلتفت عليك وبتقلك هو بس البيبي عنده مشكلة واحدة، ابتداء من هاللحظة وطول حياته لابنك رح يصير معه ظاهرة غريبة، رح يدخل بحالة بتشبه الكوما. هالغيبوبة هاي رح تصيبه بشكل منتظم ومتكرر، وفي مراحل كمان رح تكون بتشبه الموت. وعلى الرغم من انه جسمه رح يكون ساكن وهادي، لكن عقله رح يكون عم يصير فيه هلاوس غريبة عجيبة. هالحالة اللي عم اشرح لك اياها رح تستغرق تلت حياته بالمجمل، وانا ما عندي اي فكرة عن السبب او ليش ابنكم رح يعمل هيك، فgood luck. لحد وقت قريب كان هذا هو الواقع، لانه الدكاترة والعلماء كانوا عاجزين عن تقديم جواب موحد ما بينهم وجواب تفصيلي كامل على السؤال لماذا ننام، خاصة وانه الدوافع الثلاثة الاساسية بالحياة صار في عنا دراسات وفهم متعمق لدرجة كبيرة، وهي الأكل والشرب والتكاثر. الغريزة البيولوجية الرابعة يلي هي النوم فضلت لمدة قرون وعقود طويلة سر غامض. غريزة النوم أو دافع النوم يلي بتشترك فيه كتير من المخلوقات هو مقارنة بالظواهر الحيوية التانية بيربح جائزة أغبى نشاط. ليش هو بيبين أنه نشاط غبي؟ لأنه من برا لو بصينا على النوم بمملكة الحيوان والإنسان البدائي منلاقي اللي نايم ما بيقدر يبحث عن طعامه ولا يتفاعل مع أفراد فصيلته ولا يلاقي شريك للتكاثر ولا يحمي أو يرعى صغاره، والأدهى من هيك أنه النوم بخليه فريسس أهله. فلو تتبعنا تطور الحياة البشرية فينا نتفهم ليش الإنسان قاوم النوم ولسه عم يحاول يحاربه، لأنه من ناحية الإنسان ما نفهمان طبيعة النوم وكمان ما نمقتنع بأهميته، ولأننا كبشر برأينا لازم نقضي وقتنا بأمور أكثر إنتاجية. لكن على الرغم من كل هالمقاومة فنحن فشلنا أنه نلغي النوم من قاموسنا كبشر متحضرين. معناتها تعالوا نحاول نفهم هالظاهرة يلي هي موجودة منذ بدء الحياة نفسها، منذ ظهور الكائنات الحية. يعني لو كان النوم نشاط عقيم كان اندثر وانقرض مع مراحل التطور المختلفة. فالسؤال لماذا ننام هو سؤال غير دقيق، لأنه عم ينطلق من الاعتقاد الشائع للناس أنه النوم له وظيفة واحدة فقط لا غير، وهي الحفاظ على الطاقة وتجديد النشاط. بيندرج تحت فكرة تجديد الطاقة أنه النوم فرصة لتوزيع الأكسجين على خلايا الجسم، وبالمرة علماء النفس ضافوا أنه النوم فرصة حتى الواحد يحقق كل أمنياته المكبوتة. فلما نقول أنه النوم للراحة وتجديد الطاقة فقط، فهي فكرة اتضح بعد الأبحاث والدراسات خلال آخر 20 سنة إنها مجرد جزء بسيط من الحقيقة ومن تعقيد النوم وتشعب وظائفه. وكأنه العلماء كانوا حاسين يعني إنه مو منطقي يا جماعة لنشاط بيحتل ما بين 25 إلى 30 سنة من عمرنا إننا نكون منعمله كبشر لمجرد هدف واحد بس ووظيفة واحدة بس، one function only. لهيك لازم نفهم إنه النوم له وظائف حيوية ومحورية بحياة الإنسان. يعني ما في ولا عضو بالجسم إلا وبيتأثر بالنوم ومحتاج النوم لعمله. فتخيل النوم مثل هو روشتة دوائية متكاملة بتروح تستلمها عن جديد مرة كل 24 ساعة إذا بدك يعني، بس كتار مننا ما بيستعملوها هالروشتة ولا بيستلموها الوصفة بشكل يومي ومنتظم. rihamiet@gmail.com ماشي، كتبت العنوان. هلا شو بدي اقول لريهام؟ انا اسمي فلاني من البلد الفلاني. سن شفتي شو سهل الاشتراك بالكورس المجاني Wild and Free 2020؟ تابعي حساب ريهاميات على انستغرام وصفحة ريهاميات على الفيسبوك وهاشتاغ Wild and Free 2020 لو حابة تاخدي فكرة عن الكورس المجاني يلي رح يكون بخلال سنة 2020 عبارة عن 52 فيديو رح نشتغل عليهم خلال السنة الجديدة. لا تترددي، بعتي لي إيميل على rihamiat@gmail.com في اسمك وبلدك، وخلي سنة 2020 تكون سنة التغيير الحقيقي بحياتك.
تغيير صغير فرق كبير. من ضمن الوظائف الجوهرية للنوم أنه جوا دماغنا بيعزز قدرتنا على التعلم والتذكر واتخاذ القرارات وبيرفعها لأعلى معدلات. النوم بيعزز المناعة، يعني كأنك فايت على مخزن الأسلحة تبع الجسم وعم تعبيه ذخيرة بقى أشكال وألوان للحرب ضد الأمراض. للرجيم والدايت ما في أحسن من النوم لتوازن الإنسولين ودورة الجلوكوز مشان الميتابوليزم وحرق الدهون، غير كمان أنه بيرجلج شهيتنا وبيقودنا لخيارات صحية أكتر بالطعام بدل النزوات السريعة وعشوائية الغذاء الغير مدروس. يعني الرجيم والتمرين هن مجرد ضلعين بمثلث، هالمثلث رح يكون أعرج لو نحنا ما أضفنا له الضلع الثالث يلي هو النوم. حتى عصارة المعدة والأمعاء بتتوازن بالنوم، وإذا كان الفم هو مدخل للصحة الغذائية فتاني محطة للأكل هي بالهضم والامتصاص. ومين فينا كان واعي لأهمية النوم بخصوص بطانة المعدة ومفرزات الأمعاء؟ النوم بيعزز الصحة النفسية من خلال توازنات معينة بكيمياء المخ ليجهزنا للتحديات النفسية والاجتماعية لليوم التالي. النوم بيقي ضد العدوى من الأمراض مثل ما حكينا، لدرجة أنه ليلة واحدة من الحرمان من النوم بتضعف المناعة أكثر بكتير من الحرمان من الأكل والحرمان من التمارين الرياضية. النوم بيحفز الإبداع والابتكار creativity سواء باليقظة أو بالأحلام. وما أدراك ما هي الأحلام؟ هي عملية معقدة جدا ومهمة جدا، ويا بختهم نيالهم المخلوقات يلي بيختبروها. من ضمن فوائد الأحلام هو حمام دماغي شاور يعني للمخ بمادة كيميائية مريحة بتعمل modification للذكريات المؤلمة، يعني مفعولة هو التخفيف والتهدئة للذكريات المؤلمة. وعلى موضة الـ VR ابني هالسنة إجاه هدية جهاز virtual reality من رفيقته على عيد ميلاده. اختراع عبقري، بس الإنسان عنده إياه من قديم الأزل، والموديل القديم تبع الـ VR ما بيأذي عصب البصر. الأحلام بتوفر للإنسان virtual reality space، فضاء من الواقع الافتراضي بيشتغل فيه الدماغ على صهر المعرفة الماضية والحاضرة بطريقة خلاقة وملهمة. لندخل أعمق بمخاطر نقص النوم لازم نفهم كتير منيح أنه نقص النوم له تأثيرات مدمرة على الدماغ وعلى الجسم. كل ما أتذكر بدايات بودكاست ريهاميات كيف سجلت الحلقات الأولى على موبايلي بمجرد أنه كان معي السلك الأبيض تبع السماعة يلي فيها مايكروفون، وكيف أني تدريجياً اشتريت أول مايكروفون بروفيشنال وبعدين الثاني وبعدين اشتريت برنامج متخصص للساوند إديتينج. بس اللي كان معي من أول يوم ومن أول حلقة هو باز براوت. أي حدا عم يفكر يبدأ البودكاست الخاص فيه بنصحكن لما تجوا تختاروا هوست أو موقع مستضيف للبودكاست إنكن تختاروا باز براوت. البودكاستينج مغامرة ممتعة كتير لو معكن الأدوات الصح، وبالنسبة لإلي البودكاستينج هو شغل ولكنه ممتع ومثمر لأنه معي الأدوات الصح، وواحدة من هالأدوات هي باز براوت. بشجعكم تنضموا لأكثر من 100,000 بودكاستر بيستخدموا باز براوت، ورغم أنه عددنا ضخم لكني دايماً معهم حاسة أنه بودكاست ريهاميات مميز وأنه ما أنه مجرد رقم بالزحمة. وعن طريق باز براوت قدرت أضمن أنه البودكاست تبعي يكون موجود على كل الدايركتوريز المشهورين أبل وجوجل وسبوتيفاي وستيتشر وكل الأسامي العالمية الكبيرة. مع نوتس هالحلقة بتلاقوا لينك يعرفكم أكثر على باز براوت، وكمان بخبرون إنكم تعرفتوا عليهم عن طريق بودكاست ريهاميات، ومن هاللينك بيطلع لكم هدية بقيمة $20 من أمازون لما تختاروا واحدة من الاشتراكات الشهرية المدفوعة الأجر. مع باز براوت البودكاست تبعك والبودكاست تبعك ما رح يكون مجرد رقم بالزحمة. الحرمان من النوم بيؤدي لنقص بوظائف الدماغ، وأخطرها هي ضعف التركيز، ومثل ما قلنا ضعف التركيز بالسواقة. النعاس أثناء قيادة السيارات بخلي السائق أنه يغفى كم ثانية خلف المقود فبيفقد كل وظائفه الحركية، بينقطع تواصله مع العالم، وهالكم ثانية هدول كفيلين بوقوع حوادث مريعة سواء لو السائق انحرف عن الطريق أو لو اصطدم بسيارة تانية. وبنرجع ومنقول ومنأكد أنه هو بيعرض حياته للخطر وحياة الآخرين كمان للخطر.
لما يصيبنا نقص النوم ما بنقدر نعرف لأي مدى نحن عنا حرمان من النوم، فبمر علينا شهور ويمكن سنين بحالة الحرمان من النوم، وبتصير العواقب اللي عايشينها تبين لنا عادية كتير. بنتعود على أسلوب حياة عنوانه الطاقة المنعدمة والانتباه الضعيف والأداء الجسدي السيء، وبتجي الميديا لتزيد الطين بلة، فبتخبرنا معلومة غير دقيقة بس نحن صدقناها. الباور نابينج، معظمنا مؤمن بالنصيحة أني لو أخذت قيلولة لمدة 20 دقيقة فهاد بيعوضني عن نقص النوم، لكن الحقيقة أنه القيلولة بس بتساعدني بتعزيز تركيزي لمدة بضع ساعات. لما بكون حاسة بالإرهاق والإنهاك وبنام 20 دقيقة بكسب كم ساعة تركيز بعدهم، لكن هالقيلولة ليست بديلة ولا تعالج نقص النوم، لأن فاشلة تماما فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرار والتعلم والقدرة على التفكير المنطقي. من أضرار نقص النوم كمان أنه بيسبب الانزعاج العاطفي Emotional Irritability، ممكن نترجمه التهيج النفسي المفرط أو النزق، مثل الرضع يلي ما بيناموا كفاية كيف بيصيروا بيصرخوا أكتر بيكون بكاء هستيري. فهذا الانزعاج العاطفي بيصيب الكبار والصغار على حد سواء مع نقص النوم. الحرمان من النوم كمان بيسبب خلل بعمل الأميجدالا. هلأ الأميجدالا اللوزة الدماغية شو هي وشو وظيفتها هي لحالة بدها حلقة أو أكتر، بس يلي بيهمنا هلأ إنه sleep deprivation causes our amygdala to become reactive، يعني إني مع نقص النوم بكون غير قادرة على خلق التوازن ما بين مشاعري الإيجابية والسلبية، وهالفوضى هاي إلى عواقب بتفكيري وبسلوكياتي. وبما أننا عم نحكي عن تأثير نقص النوم على السلوكيات، فلازم نأكد أنه نقص النوم كمان مرتبط ارتباط مباشر بالعنف وبطلب اللذة وبالقيام بنشاطات خطيرة وبالاكتئاب وبمعظم أنواع الإدمانات. لهيك بعد كل هاللي حكيناه منكتشف أنه إجا الوقت لنبدل السؤال تبع لماذا ننام بأننا نسأل هل يا ترى في أي وظيفة حيوية للدماغ وللجسم أو أي عضو أو أي نشاط فينا ما بيستفاد من النوم ولا بيعتمد اعتماد أساسي على النوم بعمله؟ لا ما في. لهيك رح نكمل موضوع النوم بالحلقات الجاي بنفس موعدنا صباح كل جمعة، فاستنوا بودكاست ريهاميات والجزء الثاني من سلسلة النوم. بس هيك، لو عجبتكم الحلقة لا تنسوا تشاركوها على السوشيال ميديا حتى ناس أكثر تستفيد. تقدروا تتواصلوا معي عبر الموقع الإلكتروني لبودكاست ريهاميات www.rihamiat.com أو تبعتوا لي إيميل على rihamiat@gmail.com أو مسج واتساب على الرقم 02012 79 709 719، وعلى الفيسبوك دايما تابعوا صفحة وهاشتاج ريهاميات. سلامات.